وكذا تخريج 285 طالبا وطالبة من قسم الضباط المتخصصين بنسبة نجاح بلغت 100%، وقد حصلوا جميعا على دبلوم إدارة الأزمات والكوارث. كما يتخرج اليوم عدد 12 طالبا من رعايا الدول الإفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية، وهي جنوب السودان، زامبيا، سيراليون، ليسوتو، الكاميرون، في إطار المنحة الدراسية التي تقدمها وزارة الداخلية للدول الإفريقية سنوياً بنظام العامين الدراسيين. يضاف إلى ما سبق تخريج 156 ضابطاً ممن حصلوا على الدبلومات الشرطية التي تمنحها كلية الدراسات العليا، منهم 34 ضابطاً وافداً من دول البحرين، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، اليمن، بنسبة نجاح بلغت 91.7%. كما قام مركز بحوث الشرطة بتدريب 932 متدرباً يمثلون 41 دولة إفريقية خلال هذا العام، فضلاً عن 60 متدرباً من دول الكومنولث، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المركز والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية. كما قامت كلية التدريب والتنمية بتدريب عدد 5970 ضابطاً من مختلف الرتب بالوزارة في جميع تخصصات العمل الأمني. ولا يفوتني في هذا المقام أن أشير إلى الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة في مجال تأمين المنشآت الحيوية والسياحية والأثرية، والمشاركة في ضبط قضايا المخدرات وأعمال الكشف عن المتفجرات تنسيقاً والقطاعات المعنية بالوزارة. الحفل الكريم، أتوجه في هذه المناسبة الكريمة بتحية تقدير وعرفان لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة وكافة قطاعات وزارة الداخلية، وكل الشكر والتقدير للسادة رؤساء الأكاديمية السابقين وجميع العاملين بالأكاديمية لجهودهم المخلصة في أداء رسالتهم النبيلة. أبنائي الخريجين، لقد استقبلتكم أكاديمية الشرطة شباباً شغوفاً بآمال الغد، متطلعاً لحمل رسالة الأمن، مدركين حتمية مواجهة المشاق والصعاب، فكنتم خير أهل لتلك الرسالة، وكنا أوفياء لتأهيلكم أتم تأهيل. واليوم تبدأ أولى خطوات مسيرتكم العملية، فاحرصوا على أن يكون زادكم العلمي والانضباط، وسمتكم البذل والعطاء، ورايتكم إعلاء مصالح الوطن.